للحديث عن ملف تدخل الروسي في سوريا بعد 5 سنوات، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل. أهلا بكم سيدي. مرحبا سيد أحمد، بعد مرور 5 سنوات على التدخل العسكري الروسي في سوريا، واشنطن قالت إن موسكو تواصل حماية نظام الأسد من المساءلة حول الهجمات بالسلاح الكيماوي. ما مدى مسؤولية واشنطن وموسكو على حد سواء عن الأزمة السورية؟ مسؤولية مباشرة، يعني الروسي محتل، ليس فقط متدخل في سوريا، لا هو محتل، هو صاحب القرار، صار يأمر النظام السوري، صار يهين رأس النظام الروسي، في برأسه مخطط تهجير للعرب السنة في سوريا. 5 سنوات لم يقتل الروسي ولا مواطن سوري واحد من غير العرب السوريين المسلمين السنة، حصرا كل الذين قتلهم، كل الذين جرحهم، كل الذين عذبهم، كل الذين هجرهم، وبنسبة 100% من طائفة واحدة. وهو كان في أكثر من مناسبة يصرح صراحة بأنه هناك مكونات أو طوائف مفضلة لديه في سوريا. إلى هذه الدرجة الانحطاط الروسي، وإلى هذه الدرجة ما حصل في سوريا قبيح وطائفي من قبل الروس، ولا أحد يتحدث مجرد حديث عن هذا الموضوع، لا جامعة الدول العربية، لا المثقفين العرب، لا العالم الإسلامي. فأنا كيف ألوم أمريكا ولا ألوم أهلي وأشقائي العرب والمسلمين؟ عقب استقرار روسيا في قاعدتها العسكرية بطرطوس وإطلالتها على البحر المتوسط، كيف يمكن أن تغير موازين القوى بموقعها الاستراتيجي في هذه القاعدة العسكرية؟ لم تغير موازين القوى، لا تزال روسيا دولة متخلفة اقتصاديا وعسكريا بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نتحدث عن موازين القوى في الأزمة السورية مقارنة مع الدول الغربية الأخرى. يعني إسرائيل عندما تقصف متى تشاء، ولا يجرؤ الروسي أن يقول كلمة، أن يعترض. يعني تخيلي هذا المحتل الذي أمريكا تضرب، يعني النظام الذي احتله، فرنسا تضرب، بريطانيا تضرب، أمريكا تأخذ، أخذت النفط والغاز والماء والقمح وكل السلع الاستراتيجية، أخذت كل شيء مفيد في سوريا، أخذته أمريكا من دون ضرب ولا رصاصة، وإسرائيل تفعل ما تشاء دون أن يتدخل الروسي. الروسي جاء لمنع الشعب السوري من أن يختار الحرية والديمقراطية وفقط، ولكي يعدل موازين القوى لصالح طائفة ضد طائفة. أما موازين القوى الاستراتيجية في المنطقة وفي العالم فلم تتغير مطلقا، لأنه هو يشتغل في سوريا تحت الحذاء الأمريكي والإسرائيلي، تحت الرغبة الأمريكية والإسرائيلية. نعم، كيف يفسر الموقف الشعبي بعد الاعتصامات التي شهدناها في إدلب ضد تدخل الروسي رغم مرور 5 سنوات ورغم الركام والدمار في المناطق المعارضة؟ ما في موقف روسي سوري، العلويين، الموقف الشعبي نقول، نعم الموقف الشعبي منقسم، الشيعة والعلويين يرحبون جدا بالحذاء الروسي ويرحبون بالاحتلال الروسي، المسيحيون في غالبيتهم الساحقة يعتبرون هذا التدخل لحمايتهم ولدعمهم في موازين القوى السورية، الأكراد سعداء جدا بالتدخل الروسي. فإذا ما في موقف شعبي واحد، كل أنصار الحرية ضد الاحتلال الروسي، والعرب المسلمين السنة هم وحدهم من يقاتل هذا المحتل الأجنبي، فإذا ما في موقف شعبي واحد. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.